طور يا محمد، طور يا ابو دياب. قوم روح يا اخوي، من ميت اللي بيروح بيعاود. من صباحيه ربنا يا ولد ابوي وانت على القعده دي. ولدك عندي اللي خلقه يا محمد. روح انت يا توحيد، برد عليك. انا قاعد لحد البحر ما يطلع. طور يا ولد ابوي، هتعاني في قدر ربنا. طور يا ابو الولاد. الولاد؟ قلت له يا بنت عمي، الواد المسحور جبد زي اخواته ما قالوا. قلبي من
مترمي والطير ينهش ويحوم، ولدي وعاين في دمعي في طريق الموت، وانا قلبي مترمي والطير ينهش ويحوم، راقد على كتاف شجيجك لا ارتعاش ولا صوت، اذبح رقبتي بيد تهوم تمن ما تقوم يا ولدي، بركب ورايح بيك لاقدارك وكتاف كانها موج لفوق ولتحت، امانة ترحم ابوك يا وليدي من نارك، مين في الكتاف دي اقول لي روحك روحت يا ولدي يا ولدي. بالحبال، لكن الظاهر ان الحجر ما كانش مربوط زين، وبدل البحر ما يشدوا لتحت طلعوه لفوق. عاوز اعرف ايه اللي حصل. قلنا لك اللي حصل. معلش، عاوز اسمع تاني. كنا عند المصر وقلنا له خد بالك يا مرعي، انت ما تعرفش تعوم، لا تشرق ولا تغرب. قال جعان، طار جودي يجيب له بلح من النخلة القبلية، وقعدت انا تحت النوقة، وحمد بعد حد يجيب غدا، ما غبناش عنه ولا دقيقة حد. سمعنا صرخته، الحقوني المسحور، قلنا يضحك طنشنا، صرخته زادت، طرنا عليه لقيناه طمص. قلنا المسحور جبد وسطينا، محدش يقدر ينط في المصر، اغويت المسحور. عيل صغير انا عشان تقولوا لي المسحور؟ انا مزروع في البلد دي من 60 سنة، وعديت البحر من البر للبر عوم اكتر من 100 مرة، عمري ما شفت مسحور. صرخ قلت لك وقال الحقوني المسحور، يعني هو اللي قال مش احنا. امر الله يا بوي، يعني هنشوفه في خطر ونسيبوه. لا يا ولدي، ما حدش يسيب اخوه، بس المسحور هو اللي ربطه بالحبال. يا بوي البحر مليان حبال ومسامير واحجار شبكوا فيه، ولو حواليه 1000 راجل يا حاج محدش يقدر يحوش قدر ربنا. صح، ومحدش شافه ساعة ما اتزحلق. اتزحلق محدش قال اتزق. المسحور اللي جبده ولا اتزحلق ولا حد زقه؟ الناس برا ولازم اطلع. وقف مكانك، ما قلتش حد يطلع. يقولوا للظابط انه اتزحلق،
وما لحقتهوش عشان ما بيعرفش يعوم. اطلعوا ردوا الباب علي. وبعدين يا محمد، لا قادر اصدقهم ولا قادر اكذبهم ولا قادر اصبر الصبر الجميل. استغفر الله العظيم. لسه ما لبستيش؟ البساه يا حاج. تلبسي احلى لبس عندك وتيجي انت وزهره تنور فرح بنتي. انت ما سمعتيش ولا ايه؟ فرح نواره يا بدره، ده انت رضعتيها، يعني بنتك. بنتي جوا. تعالي يا بنتي سلم على عمك. مش هتيجي فرح بنت عمك يا زهره؟ مبروك يا حاج، بس انت عارف لالينا فرح ولا في عزايم، القلب صد خلاص. ما كل واحد شايل كتير وماشي بحمله من غير ما يقول اي. حملك انت اضربي وسيب الولايه حملها تغيلة. ولايه مين؟ مرت اخوي وبنتها؟ ما انتوا كمان على كتافي من ضمن الحمل. بليه من على كتافك ما دام مش حملك، ولما اخوك يرجع يبدا يشيل حمله. هو انا اللي قلت له يبعد؟ حجات دي يعلمها ربنا. يعني مش هتيجي؟ رجلي مش هتخطي بره البيت الفرح وزغاريد الا لما راجلي يرجع. اقول ايه البنت نواره؟ قول لها مرت عمك عتبرت لي، ولما عمك يرجع ان شاء الله عجوك بيتك ويباركوا لك. خلاص يبقى بنتك تيجي. جدا معلش يا عم، اجلها بعدين. بعدين مات نعزم بعض على الجبابين لما نموتوا. مؤاخذه يا حاج، ما اقدرش اقول لك خش وراجل بيت غايب بالاذن. لولا انك مره ومرت اخوي وحتى من لحمنا طلع منك، كنت رميتك براه على الطريق السريع على الاسفلت، وخليت اللوادر تدوس عليك لحد ما تسويك بالارض. لكن المره اللي عايشه من غير راجل السنين دي كلها تعمل اكتر من كده. انا ما حدش يقول لي خش وما تخشش، وما حدش له بيوت يقفل بابها في وشي. الباب ده انا اللي مركبه بايدي، وانت خليك في ضرمك لحد ما تعميك بسوادها. لو اخوك هنا
عيشك ولحمتك لغيرنا. ابقى ارحم فينا يا حاج محمد يا ابو دياب، ابقى ارحم فينا يا خالد، ابقى ارحم فينا يا حاج محمد. الشديدة والشديدة لمي نفسك، أنا مرضعة نوارة وعندي زي تجوة بالضبط. وأنا ما رضعتهاش، بس بيتي وأمها الله يرحمها كانت ضرتي صح، بس كانت حبيبتي. أما لو كنت على زمنته دلوقتي كنت عملت ايه؟ الحاج محمد يا حبيبتي راجلنا وابو عيالنا، على ذمته مش على ذمته هو ابو الولد. منده بطلي بس من الشباك لا يشوفك الحاج يطين عيشتي. ما تخافيش مش هيشوفني، انور بشيش. شوفوا المره لساكي عم بص علينا الشبابيك، والاخر يوم في عمري. قص عمرك يا مبهتنا، عشمانه اياه. ويعني انت اللي مش عشمانه يا كامله؟ بس ياما ليميها. شوفوا مين جات، بدره وبنتها. دول ما يجوش لو القيامة جه. أم كامل المهفوفة. عيب يا مندة، زي مهما كان مرت وبرد ربنا يستر وما جيلهاش الحالة. والله أم كامل عجل مني. ما انت اللي جتي بعديها وانت اللي دبتيها. بس كده طلع السلم. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. أهلاً أهلاً. ازيك يا منده؟ ربنا يخليكي. ازيك يا كامل؟ أهلاً يا حجة. ازيك نورتي المنظرة. اتفضلي. قوم يا بنت انت وهي، وسع للحج. فسي من هنا. اقعدي يا حبيبتي. يا سلام، ده المنظرة نور. أهلاً وسهلك. هو الحاج ابو دياب مش هنا؟ لا مش موجود. انت عايزه منه حاجه؟ لا مش عاوزه. انا اطمن عليه بس انه مش هنا. ازيك يا مرت ابويا؟ عامله ايه دلوى؟ تمام يا عروسه يا حلوه، مبروك. عايزه ميه عشان العلاج. قومي يا بنت يا نور هاتي ميه لمرت ابوكي. كويس انك جبتي العلاج معاكي. كامل الله يبارك له قال لي لازم تاخديه معاكي. دقيقة ادور عليه. ده مش في الشنطة، يبقى في البيت. اخس. جاب الساري جاب الدولاب، جاب الساري جاب الدولاب، جاب الساري جاب الدولاب، جاب الساري جاب الدولاب، جاب الغالي لحد الباب، جاب الغالي لحد الباب. Thank you.
عايزه اروح، ندموا لي ولدي، عايزه اروح. مالك يا حاج؟ تعال اهدي كده، امال اهدي. عايزه اروح، عايزه اروح. الحاج محمد ابو دياب هيضربني، هيضربني. عايزه اروح يا اولاد. سمع التخطيخ؟ مناع، مناع. نعم يا عم الحاج. انا مش قال الحشاد دي مش النهارده، من ميت اللغم يبقى في النهار. يا عم الحاج انا قلت للوالدي ما يسهروش عشان يجي الفرح. وليه تقول لهم يا والد المجلع؟ بتاخد امرك مني ولا من امك؟ منك يا عم الحاج. طب غور. حاضر. دول مرتين، واحده منهم مش في الجبل. اروح انا يا حاج. روح يا ولد مناع، ابوك امك لحست مخه. وهتفرق ايه يا ابوي الليل من النهار؟ تفرق ان اللغم اللي شغالين بيه غير الديناميت اللي محددها الحكومه يا خواجه. ما يتفلكوا. اسكت اسكت يا جوده، وخد حماد شوف الضيوف اللي جايين. حاضر يا حاج. اهلا يا حاج. تفضل 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 يا حاج. تفضل. امك جات؟ جبتها من بدري. والعيال؟ حمزه والبنتين فوق ومروان هناك. اها تعال مروان. نعم يا جد. اهدى. سلام رجاله. حاضر يا جد. شنبك خط ولا لسه؟ لسه يا جد. اعمله بالقلم. معك فلوس؟ معايا يا جد. معك كام؟ اسالك معك كام تضحك؟ معك كام يا هاد؟ معايا كتير. معك كتير؟ طلعهم لي. كتير وخلاص. طب امسك. لا يا جد والله معايا. ما تبكاش يا ابوك، ابوك راسه شمالي. زعلان عشان ابوه؟ ابوك ما عرضاش ياخد مني فلوس، لكن انت تاخد. لا يا جد معايا. يا ادخل، حد يقول لي جد ولا؟ خد من جدك مروان. يا سلام، عشان ابوك قال لك؟ طب ايه رايك؟ انا ابو ابوك. الله يحرق. روح روح. قوم قوم تعالي تعالي بيت. روحوا حبوا جدكم وقولوا له ازيك يا جد زي ما عمل مروان. يلا على طول روح. اشربي 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 الليمون. كنت جايه حلوه ومنوره، اتحسدتي؟ من يوم ما عرفتك وانتي طيبه يا كامله. طب اشربي. مروان طلع لك مربيهم كلهم على الدباب. ما انا قلت له خد من جدك. ازيك يا جد؟ يا حبايبي. الله كان بوس. تعال يلا هديكوا حلاوه الفرح. يلا خد. يلا وانت يا حبيبي انت كمان، انت لازم زي بعض. شفت العيال النصحين؟ امهاتهم شيعاتهم. اشرب. تفضل يا حاج. الف مبروك يا حاج محمد. الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا ابو زكي. عقبالك. ما خلاص عقبالي منين عاد؟ ليه؟ شطبتي اياك؟ النور قطع ما فاضلش غير المايه يا حاج. ادعي ربنا ما تتقطعش. لو اتقطعت اشرب من البحر. مش انا جبت لودر زي بتاعكو بالظبط، اخوه بوركته من نفس الشركه. اها ورجعوا ادهولك؟ وياسر تعال سلم. عارف مين ده؟ ياسر ولدي نديد مرعي ولدك الله يرحمه. باليوم شايف كبر كيف؟ كان معاه في المدرسة. الله يرحمه. ازيك يا عمي؟ ازيك يا ولدي. تفضل تفضل مناع. تفضل. هات يا مناع. Thank you.
طلعنا على الشاشة هتفوت. على مرض تديها دول وتروح للمستشفى تفضل معاه لحد الصبح. قالوا لي المركز من غير مأمور وهيجيبوا مأمور جديد. مبروك يا حاج، أول يوم ليا النهارده. دورت المركز كله. تفضل تفضل. لا لا معلش، أنت اللي تفضل معانا، عاوزينك شوية. نعم عارف أنت هتقول إيه ولمين. إيه ده يا ولدي؟ تحت أمرك يا باشا، بس اشرب معانا القهوة وهطلع معاك إني أوصلك. زي ما أنت شايف الناس فرحانين، مسافة شرب القهوة مظبوطة طبعا. ماشي يا حاج. اتفضل اتفضل يا باشا. قهوة مظبوطة يا باشا. أو في البحر يا المأمور الجديد جاي يبارك. بدنا واسع من الرسول، بدنا واسع من الرسول، ما تخشوش إلا المأمور، ما تخشوش إلا المأمور. خيري يا حاج، خليك مطرحي مش هتأخر، راجع على طول. الله أعلم يا حاج. الله أعلم ما قلناش حاجة، بس راجع على طول. تفضل. خير يا ولدي، حصل حاجة؟ خير يا حاج، اقعد مطرحك. المأمور وعايز يستفسر من الحاجة على حاجة. مالك؟ اقعد اقعد. وهات الدواء اللي وافي
يا بيه؟ أنا هنا اللي بسأل يا حاج مش أنت. وماله يا بيه؟ اسأل. تفجيرين ورا بعض، واحد في المحجر والتاني في البحر. وأنا مالي؟ أولاً المحجر محجري، ثانياً معايا تصريح. بالديناميت مش باللغم. طبعاً بالديناميت يا بيه، لو لقيت فتفوتة لغم ليك الجول. والبحر؟ اسمه النيل. احنا عشان صعايدة نقول عليه البحر، لكن سيادتك تقول النيل. كان نفسي في عشوة سمك. ومش عارف ان ده ممنوع عشان الثروة السمكية؟ الثروة السمكية على راسي من فوق، وكل واحد يعمل حاجة في البلد يبقنا. بعدين انا عندي فرح، وفي الافراح بنذبح عجول مش سمك. ومجاهد حمدان اللي تعور ودخل المستشفى. يا بيه مش هدخل بيوت الناس اقول لهم يولعوا البوتاجازات كيف؟ ولا هنبع الحريم يجيلوا الكانون ازاي؟ بعدين الراجل عندكم اسالوه. هنشوف يا حاج، هنشوف. ايوه يا باشا. مش كنت تقول يا باشا انكم حطيتوا مأمور شديد حلو ما يعرفش حد؟ كنا قابلناه الاول وعرفناه على اهل البلد. ما انت عارف كلهم اولادي يا اولاد اخوي. في انتظارك في المندرة. البير مأمور؟ اه اتفضل. الو سعاده الباشا. طبعا طبعا يا فندم. انت عارف الحاج محمد ابو دياب وتاريخه ايه معانا؟ بلده طول عمرها معانا يا سياده المأمور. يرجع الفرح فورا. تمام سعادتك، مع السلامه. مع السلامه يا بيه. انا اللي متصل، يبقى انا لك في المكالمه، مش دي الاصول. انت عارف الحاج محمد ابو دياب وتاريخه ايه معانا؟ بلده طول عمرها معانا يا سياده المأمور. يرجع الفرح فورا. تمام سعادتك، مع السلامه. مع السلامه يا بيه. انا اللي متصل، يبقى انا لك في المكالمه، مش دي الاصول. اتفضل. يا باشا كان هيقفل قبل ما اكمل معاك. في انتظارك. تشرف تشرف. مع السلامه، مع السلامه. لو كنت انت المتصل انت اللي تقفل، انا اللي متصل انا اللي اقفل. هقفل. السلام عليكم. راجل يا تعبان، مادام مش قد اللعب بتلعب ليه؟ مش قلت الكهرباء قطعت عندك؟ ذنبه ايه السمك؟ لسه الميه باقيه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. اهلا يا حاج. كده الفرح بيجي فرح. مبروك يا حاج، ما تزعلش، اللي ما يعرفك يجهلك. البركة فيك، انت اللي صححت الوضع. اتفضل. اتفضل يا حاج. عرسو العار
العريس ولد العريس. العريس والعروس يلعبوا الطول المحبوس يغلب عشرة يا خلبوس بالهني العريس. أنا بمثل الصباح ما حلوة الليالي الملاح يا رب تميم الأفراح سقف للعروس. ابو زكري رايح فين؟ جايلك بعد اذنك. هم سبع ليالي ليالي الجمعه والخميس. رايح فين؟ مناع. نعم يا حاج. خد ابو زكري الحمام بتاعي اللي جوه وما تسيبوش الا ما يخلص. حاضر. تفضل يا عم الحاج. تفضل يا عم الحاج. خليك براحتك يا عم الحاج. صحيت وعاد يا حاج، كنت سهران شوية ليلة امبارح. طب روح روح اقعد في اي حته. مبروك يا عريس. جوز بنتي تقوى مش عارف جوزتها له كيف. يلا النصيب. اكيد عمتكم جات هي وجوزها وعفريته. شغل هوادكم بروصل. لا ما فيش داعي، هو يخش ويقعد النور هيرجع. مناح افتح يا مناح، افتح يا ابن المدعوم، النور قطع، افتح يا ابن الفقرية، الدنيا ضلمت كحل. ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا حاج محمد. سلم. أهلا وسهلا. إيش قلت لك؟ تفضل. قلت لك تيجي وحدك ما تجيبهمش معاك. قالوا لازم يحضروا فرح بيتك. ده فرح ايه ده يا ابوي اللي حضروا الجن والانس؟ فرح بيتي الحاج محمد ابو دياب. هو صح يا حاج سيد حكايه مرتك اللي تحت الارض؟ امال كده ولا مؤاخذه يعني الحريم اللي تحت الارض احسن ولا اللي معانا فوق؟ يعني كرجل ومرأة يعني
هتوقع في الغلط قدامي جوز اختي. هو في احسن من اختي الحاج محمد ابو دياب يا واد؟ اسمها ايه امك؟ وعندك عيل منها؟ 12 ولد. وهتتجاملوا فيها؟ تحت الارض؟ يا حزن على قلبك التقيل. طب روح روح طلع عمك ابو ذكري من الحمام قبل ما قلبه يوقف. وش عرفك انت بالحكايه دي؟ روح يا مناع روح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فين العروسه؟ هنا يا عمي. مبروك يا حبيبتي مبروك. امسك يا هديتي. ان شاء الله يخليك. ان شاء الله يخليك يا ام الغاية. ايه الافراح قليله. ارقصوا وزغرتوا وغنوا زي ما كنتوا. بالسلامة هنشولك. مش هروح. انت من متى هتيجي ولادة حد؟ ساعة ما صرخت جسم اتنفض. ما كانتش صرخة ولادة. استرها يا رب. نادية والنبي يا رب. ما تقلقش يا حاج، أنا ولدت عيال العيلة كلها. هي بس محتاجة الحقنة دي ضروري قوي وللأسف مش عندنا. ودي نلاقيها فين؟ يمكن في مستشفى الجامعة وإن ما كانش في أسيوط أو في مصر. خير. يا حاج. تعال يا حمودة. وأجيب لي فخر الدنيا. اللي جوا دي مش مرتك. مرتي مرتي يا حاج. روحة الحقنة. حاضر جوام خلص. حاضر يا تسويت يا كنت انا يا حبيبتي. جوام خلص كأني شغال عنده حاجة تعل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا لي مش هلاقي الحقنة دي غير في صيدلية الجامعة. للأسف آخر واحدة طلعت من التلاجة من ساعة. والعمل يا دكتور؟ والله ما قدامكش غير إنك تروح أسيوط. أسيوط؟ طيب. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. للأسف يا حاج الحقنة اتأخرت قوي والأمانة راحت لخالقها. والله قلبي كان حاسس من اول ما صرخ لا اله الا الله لا اله. ربنا اراد ان التفه تتولد سليمه وزي الامر. يقطع من هنا ويوصل من هنا. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. خربت على الحقنه في كل حته ما لقيتهاش الا في اسيوط. كيف حالك؟ عظم الله اجرك يا حاج. شكر الله وسعيك يا ولدي. ما تفكوش الصوان. امر الله. اتعمل للفرح وهيفضل للميتم. شيعت اجيب اربع مفروضين. لا مؤاخذه يا حاج. بتوع الفرقه يعني عايزين حسابهم. حسيبهم يا خيري وعشوهم. الروح ما شبعت من والكسر ماله شداب. الروح ما شبعت من النوح والكسر.
الكسر ما لهش جاب. طولت يا طلعت الروح وبعيد يا جبر الخواطر. طولت يا طلعت الروح وبعيد يا جبر الخواطر. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا يستاهل ولسه يا ما هيشوف. بس يا شمته في الموت حرام. لا مش في الموت، تجوى زيك ألف رحمة ونور عليها، لكن شبتها في الحياة. وعم ذنبه إيه بس؟ أنت هتصدق كلام الناس؟ أنت عارفة أبوي ماشى بمزاجه. لا مش بمزاجه، طول عمره هيمشي ويعاود إلا الدور ده. يلا يلا نلبس عشان نروح له. ما رحناش الفرح ونروح الميتم. أيوة أمار، الميتم واجب، وهو قال نعزموا بعض للشبابين، وأنا مش هكسر كلمته. يلا. باب السعادة فين يا عمي؟ أنا جيت أخش وده من يا عمي. باب السعادة فين يا خالي؟ أنا جيت أخش وده من بالي. يا غورتي يا غورتي. هتعذبوا الحي والميت ليه يا فجريين؟ يبقى جاي في حياتك يا حاج. لو مره منكم فتحت خشمها مع الدوده تاني هقطع فرط. هتبرد نار بنتي يا حاج. كنت مفيش عديد يا منده. حاضر يا حاج. خايل في الحزن وخايل في الفرح يا حاج. وده وقت تباب وجنان. وانت ملكومه، بدل ما تعددي وتطيني شوفي جابوا واحده ترضع البنت ولا لا. ده اللي يعملوا الحي الميت. حاضر. واللي ما جاش فرح بنت الصغير عشان يكون مبروك ما يجيش عزا بنت الكبيرة. سامعة؟ الحجر ده انا قعدت ليلات روح تاجي لينا. على الحجر ده انا قعدت ليلات روح تاجي لينا. هنا اتولدت اتدفنت يا ولدي غبتك تجينا. يا ولدي غبتك تجينا. يا ولدي يا ولدي. بعدين يا محمد، حزين على بنتك ولا على كل ما يروح حد تفتكر مرعي؟ عمري ما نسيته، حتى وانا اضحك افتكره وهو يضحك. ما كانش في احلى من ضحكتك. اختك جت عندك يا مرعي عشان توصي لك السلام وتقول لك ابوك عمره ما نسيت. طول الموج هيتحرك، طول ما انت جوا قلبي حي. كنت استنيت يا بحر علي شوي، لازم تضمه في صدرك الاول ضمه الموج، وبعدين ترجعه لي ميت. تذكر الله العظيم، لا اعتراض ولا مانع. يا مرعي، كل ما الزمن يعدي كل الجرح ما يكبر. Thank you.
والله العظيم يا رب. خير يا بيه، العربية غرزت؟ ايوه غرزت. طريقك كان امبارح كويس، مين اللي حفر الحفرة دي؟ والله يا بيه ما عارف، هم كلهم يدقوا ويحفروا في الطريق. خلاص خلاص انا هتصل يبعتوا لي البوكس. مفيش داعي يا باشمهندس للبوكس. باشمهندس انت رخم، انا مأمور المركز انا غارز. طب بتهزر وانت غارز؟ بقول لك انا المأمور ما بهزرش. مأمور حكم دار دكتور، سنة ندعي العيال يزقوك. يا واد جنبي دي مش كسرة منه في الضلع الكبير. وعمي ماله ومال قعدتي؟ هو كان هيجوزني كمان؟ ايوه هو المسؤول، عياله كتير. يعني كان هيجوزني الواحد فيهم بالعافية؟ يا سلام، بنت عمه، ويا ما جوز ويا ما طلق. لا هو اللي قصد يكسرني. يما حرام عليك. والعرسان اللي جولك ومشاهم، مين فيهم كان عليه قيمة؟ قيمة؟ وهو في قلة قيمة أكتر من قعدتك جنبي. أمر الله ونصيب. لا أمر المخلوق، ولو جالك أي حد هتجوزه ورجله فوق رقبته. طب بس لما يجي. أيوه حيجي، أمال إيه؟ ولا خرب بتحمد خلاص. رجل راح اتبارت، وهو وعياله اتمرموا في العز. وإحنا فين ورثنا؟ ورثنا إيه يا أبو؟ ما هو ساب لنا البيت وارض ابوي والمحجر اللي عايجب له خير البخيل. حب على ايد ابوي قدامك، وابوي اللي مرضيش يشاركه وقال له لا. انا ما فهمش الكلام ده. راجلي يرجع وبنتي تتجوز ونعيش وزي وزي عياله، يا حيفضل عدو اليوم الدين واتمنى له الشر. ولسه لسه حيبكي ويشوف ايام سودة. ده دلوقت بس يا بنت، لكن ايامنا جايه. هي الدنيا كده، بدي كل حي رقصه. واحنا رقصه فرحتنا لسه ما جاتش. اللي انت شايلها دي بنت يا عم. هات هات. بسم الله الرحمن الرحيم. ابعد ابعد ابعد. كيف يا عم؟ البنت لحمن هي واخوها الصغير هيعيشوا عندي ويناموا على سريري. وانا انت تغور تتجوز تتحرق بس ما اشوفش وشك تاني. ليه؟ هو انا اللي خدت روحها ليه؟ لولا ان اولادك يقولوا جدنا موت ابونا عالم ربي وشاهد، كنت طلعت روحك تلوك عند المرحومه تحب على رجليها وهي ترفسك لجهاتنا. سيب سيب رجعتي يا حاج، سيب رجعتي. سيب ابوك،
سيبوه اللي عاوزه يحصل. غور انت ورقبتك. انا هغور بس انا عارف انا هعمل ايه. بس يا تجوى سلامتك يا عم الحاج. دي بنت تجوى هي برضه هيبقى اسمها تجوى. في حاجة منها؟ مهران صاحي وبيبكي يا عم الحاج. طلع اوضتي فوق وخليك جرب لحد ما ينام. بس مناه وشيع شوف لنا واحدة تكون صحتها سليم عشان ترضع البيت. حاضر يا عم الحاج. بس يا تقوى السلام عليكم يا ابو الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير؟ عاوزين كم نقلة كده من ورا الحاج برا الشغل. هتدبش على كد الشغل وبس. خير ربنا كتير اهو. طب انهم غالي عليك دول يا شايب؟ ما انت هتكرمني برضه. ليه؟ فاتحها سبيلي ياك. ايوه حاضر جاها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا ولدي. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا عم أبو ذكري اتفضل. الله 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 الله. إيه النور ده؟ وشك ما شاء الله زي الكلب. نور إيه بس يا عم الحاج؟ ده نورك أنت. لكن ربك أعلم بالقلوب. قلوب؟ هو في زي قلبك؟ ده أنت أصفى من لبن الحليب. ده الظاهر بس الباطن يعلم بيه ربنا. عموما متشكرين. تشرب ايه؟ قهوة من ايد الحاجة. قهوة اللي فوق. حتسيب الدنيا لاخواتك يا ولدي؟ الدنيا ما تضمنش. اديك قلتها بنفسك يا عم الحاج. ونمسك ليه في حاجة مش مضمونة؟ والدين قال لك تسيب حقك. حق ايه؟ حقك في فلوس ابوك والمحجر. انت عارف نقلة الحجر بكام؟ عارف الخير اللي في اخواتك قد ايه؟ ربنا يزيدهم يا عم الحاج. وانت يعني شفت حاجة على ابوك؟ محرمهم ليه؟ تعرف حاجة؟ ابوك لا يتاجر في السلاح ولا في الحشيش. حدش قال كده؟ طيب امال ايه؟ بص يا عم الحاج، المحجر والحجارة ربنا اعلم بيهم. يمكن يكونوا حلال ويمكن يكونوا مش حلال، شبهة يعني، عشان شغل الرشاوي والناس اللي بتتأذى ما بين يوم والتاني. فأنا بعدت نفسي من زمان عن الحلال اللي أنا مش متأكد منه، لكن محدش قال عليهم حاجة وحشة. يا ولدي حد اليومين دول عاتك حرام من حلال. عيالك عيكبروا عيلاقوا عيال عمهم أحسن وأغنى منهم. ليه؟ عيالي مبسوطين ومرتاحين وناجحين في المدارس والحمد لله، مش ناقصهم حاجة. الحكاية مش وكل وشرب، ده ملايين ملهاش آخر. كل واحد هياخد نصيبه يا عم الحاج. بص أنا مستعد أشاركك. سيبك من محجر أبوك وفلوسه وتعالى امسك المحجر الجديد بتاعي. أنا عارف إن دماغك دي برابند في الحسابات. ورزقي ورزقك على الله يا عم الحاج. يعني أنا سبت مال أبويا اللي ما تغشش منه وأمسك مالك أنت؟ يعني ألف من ورا أبويا ترضها لي أنت؟ أنا عايز المصلحة. الرجل الفتنة ده عاوز منك إيه يا تاني؟
بس يما عيب، ده راجل ضيف. ضيف مين؟ ده رجسته حول وفتنه وضلالي، ولو غرش دلوك من هنا هولع فيه. لا فين يا بنت اللي فوق العصايه المولعه؟ لا وعليه، انا ماشيه يا ناقصه باب. دبوا على راسك بالمهزبه يا شايب يا عايب يا مهووس. هتقول على مين مدبوبه يا ابن المدبوبه؟ حياتك الباقيه يا باشا، فيك الخير. ايه مش لاقيين المأمور؟ يا باشا انا مش بتاع الحاجات دي. اللي اقدر اعمله ان ادوس على نفسي واخلي رجاله تدور عليه، بس ان لقيوه يا باشا ما ينفعش يكمل عندنا عشان الهيبه. كفايه رجايف ويدور على حته تانيه منوره بدل بلدنا عشان ما يتوهش. جمايلك مغرقانه يا باشا. حاضر حاضر حاضر. يجيبهم منين يا مناع؟ عارف يا حاج، ندور وخلاص. ايه الاخبار؟ الحاج ابو ذكري راح لكامل ولدك، قعد عنده شويه وطلع كربان. وجوده كان في المحجر طول النهار، اما حماد نزل المركز. نزل المركز ليه؟ خد العربيه وراح يقابل واحده من بتوع قصر الثقافه. وخيري؟ خير اتفق مع واحد على 5 نقلات حجر بعيد عن شغلنا. بعيد عن شغلنا كيف يعني؟ يعني الظاهر هيبيعهم لحسابه، وقال له هيحملهم له في الليل. مين اللي اشترى؟ مش من بلد، اسمه الشايب. الشايب؟ بيعهم له بكام؟ النقلة ب 500 جنيه. الساعة كام؟ النهاردة الظهر. الساعة كام هيحملهم يا مناع؟ ما يبقاش مخك تارس. ايه ايه، بكرة الساعة 10 في الليل. انت مين يا بنتي؟ انا فرحة يا عم الحاج، جيت عشان ارد تجوى. فرحة مين؟ بنت مين؟ فرحة يا عم الحاج، بنت زينب، مرت المرحوم غنام. افتكرت. انا عارف امك وابوك. بسم الله ما شاء الله كبرتي وتجوزتي. الدنيا عطير بالناس يا عم الحاج. لا مؤاخذه يا بنتي، دخلت وانا ما اعرفش ان في حد جوا والله. انا بنتك يا عم الحاج. طبعا لا مؤاخذه يا بنتي، اخذناكي من جوزك وعيالك. جوزي؟ ما فيش جوز. ليه؟ طلقني وهج على مصر، حتى ولدي اللي هيرضع ربنا افتكره. معلش يا بنتي، ايام هنقضوها في الدنيا. خدي. ايه ده يا عم الحاج؟ فلوس يا بنتي عشان تعبك، بعدين الرضاعة عايزة غذاء. واكلة وشربة في بيتنا يا عم الحاج، مش عاوزة أي حاجة. اهدى، حد يقول لي الفلوس لا؟ أنا يا عم الحاج، والمرحومة تجوى كانت صاحبتي وحبيبتي. خدي بس. والله ما هاخد، ولو على الفلوس مش هاجي تاني. لا لا لا، ليه؟ براحتك. هي تجوى نعست كده، كلت وغيرت لها وزي الفل، والصبح بدري هجيلها. شكريني يا بنتي، معلش تعبناكي معانا. تعبك راحة، سلام عليكم. وعليكم السلام. Thank you.
بيه براحته. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابوي. مالك؟ نايم ليه؟ حزين جانتي عليك وعلى تكتكو اللي ماتت وراحت لك. ما هي تقوى قالت لي تلقاه حزين. قلت لها تعالي نسلموا عليه. الله يا حلاوتك يا بنتي، سمتها ايه يا ابوي؟ تقوى على اسمك. بس انت لسه حامل. من حول التقوى تانية وتالتة ورابعة. وانت برا رايق زي الفل يا حج. عاوز فلوس؟ هعمل بيها ايه يا حج؟ انا كل اللي بعوزه بلقاه قبل حتى ما افكر فيه. قول لي يا ولدي، مين اللي زكك؟ قول يا مرعي، ما تخافش. قول لي يا ولدي، قولي له يا تقوى. يقول لي مين؟ قولي له، قولي مين يا تقوى؟ يلا يا مرعي، ادينا سلمنا عليه، خليه نايم لا يصحى. مرعي، مرعي، مرعي. عاوز اشرب يما، يما عايز اشرب. حاضر، حاضر. يمي فين يا جد؟ أمك في الجنة. والجنة فين يا جد؟ الجنة قريبة يا ولدي. شكلها إيه الجنة؟ حلوة قوي، فيها خضرة ومية ونور ولعب. ولعب، لعب كثير. هتلعب؟ هتلعب يا ولدي. سايبانا ليه؟ عشان تلعب؟ ما سبتكمش يا، زي ما تقول كده تعبت من الشقة ومن خدمتكم، فقلت تروح هناك تريح شوية. تكره لها الراحة؟ لا بس عاوزها. ما جدك معاك اهو. ايه جدك وحش؟ لا حلو. اطلب اللي انت عايزه ونعمله لك. أمي إلا دي يا ولدي، دي مش في مقدرتي. اطلب حاجة تاني. عاوز عشمية. بس كده؟ يا سلام، تحت أمرك. عايزها ميتة؟ عاوزها دلوقتي. مناع، يا مناع. نعم يا عم الحاج. مرتك نامت ولا مستنياك؟ الله اعلم يا عم الحاج. يا راجل يا بارد، مش عارف مرتك نايمه ولا صاحيه؟ لو نامت تصحى يا عم الحاج. خلاص صحيها وخليها تعمل عجميه دلوك. عجميه ودلوك؟ دلوك يا مناع. مناع، يا مناع. نعم يا عم الحاج. مرتك نامت ولا مستنياك؟ الله اعلم يا عم الحاج. يا راجل يا بارد، مش عارف مرتك نايمه ولا صاحيه؟ لو نامت تصحى يا عم الحاج. خلاص صحيها وخليها تعمل عجميه دلوك. عجميه ودلوك؟
دلوك يا مناع. حاضر يا عم الحاج. رجل ابوك الدب وليه من زعله على بيته. احترمي نفسك. هتتكلمي على ابوي كيف انت؟ كلمه تاني زي دي وتروحي تبيتي عند امك. مش سامعه. عجميتي هي اللي عايزها دلو. وانت مال ابوكي؟ هو حر. ياكل عجميه ياكل مخروطه. هو حر. مش معنى مرة مناه. ما في في البيت 20 مرة. عارفكم كلكم فجريين. فيه واحدة منكم شقت على اليتامى تشوفهم عايزين ايه؟ ومين يقدر يخش عنده؟ ومين فين هتردى؟ بقول لك عارفكم كلكم فجريين. عارف جابوا مين للبيت؟ فرحة بنت زينب اللي جوزها هد. كفاية حديد بارد. هيقولوا ان امها زمان كانت هتتجوز ابوك قبل امك. صح. روحي عندهم نامي وتخمدي وبطلي لا توعشي. روحي. هو من متى بيعرف يراعي عيال صغيره؟ ده عمره ما شال حد فيكم لما كنتوا صغيرين. حكاش بس مرعي اللي كان متجلع. هو حر يا امي. يعني ابقى عايش على وش الدنيا هي البنت بيته عنده. خلاص خلاص يا امه. قومي روحي قولي له هات البنت والواد. لا ما قومش يخيبني واحنا في نص الليل دلوقتي. يبقى اسكت يا امه لما نشوف اخرتها. دلوقتي البنت هتعملها وهيندم علي عشان اغير لها. وانت هتفضلي صاحي لحد ما البنت تعملها يا امه. وحد يا دنا هيجيله نوم في الليالي السودا دي. منهم لله منهم لله منهم لله. مين بس يا امه؟ اللي بص على اختك في الفرح نظروها. امر الله يا امه. يا ريتك ما رقصتي يا تجوى. يا ريتك ما رقصتي يا بنتي. يا تجوى ولا يهمك جدك بذات نفسه هو اللي بيغير لك. بسم الله الرحمن الرحيم. يتلزق كده. يدخل يا مناع. العجمية السخنة يا عم الحاج. ايه دي؟ حضرتك بنفسك بتعمل كده؟ حط العجمية وانزل. شكرا لمرتك على تعبها. طول يا مهران. طول يا ولدي. العجمية وصلت. صح يا جد؟ أمال وسخنة هي. الله. إيه اللي بل حجك كده يا جد؟ أختك يا سيدي. يلا كل عشان تروح معايا صلاة الجمعة بكرة. صح. أمال بقيت راجل. يلا. بسم الله. ربنا يكون في عون الأمهات. إلهي يا فرحة يا بنتي على وش العجل الصغير اللي اتولد على إيدي امبارح يعدلها لك. يا رب يا أم ده شكله حلو قوي. ويعوض لك بختك اللي مال يا بنتي. ولا مال ولا حاجة. أنا زي الفل الحمد لله. قولي لي يا فرح، الحاج محمد لسه ماسك نفسه مش زعلان؟ اكيد زعلان بس راجل ما يبينش. هو فيه راجل زيه؟ صح يما. كنت هتتجوزيه زمان؟ اخته توحيد ما رضيتش. قالت اخواتها كلهم خلفتهم بنات. ما حق يما. وانت خلفتك بنات؟ بس اللي خلفت بنات فيها تجيب الاولاد. يعني ايه؟ يعني توجعي لك حد من عياله اللي لسه ما اتجوزوش. اما انا مش كده وانت عارفاني. والا والله ما اروح تاني. يقول لك ايه؟ اصل هيوان. انا عبد المأمور. انا ايه؟ عبد المأمور. عبد. عبد ايه؟ عبد ايه والمين؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سياسة القطيع دي ما تنفعش. هتقولولي يعني ايه سياسة القطيع؟
أقول لكم صلوا على الحبيب. يعني لا مؤاخذة شوية الغنم هتهشهم مشرق هيتهشوا، هتهشهم مغرب هيتهشوا. الدين ما قالش كده، الدين ما قالش كده. مش كل ديب يسوق الغنم قدامه وتبقوا زي قوم فرعون اللي ربنا قال عليه استخف قومه فأطاعوه، استخف قومه فأطاعوه. الراجل لازم يكون عنده رأي، مش تعالى فلان كسر المحجر ده يكسر، انحت ينحت وياخد ملاليم والديابة تاخد الملايين والأغنياء يزدادوا غنى. ربنا خلقك بني آدم مش نعجة يسوقها اللي معاه القرش. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تولي علينا شرارنا. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. وكفاية كده، أقم الصلاة. ولد مين الولد؟ ولد زايد أبو خروف. ولد أبو خروف ويقول علينا نعاج وديابة؟ ليه يا مناع؟ طالع فيها من ساعة ما كان سواق عندكم على القلاب، وولدك خيري ضربه وشتمه لما رمى نقلة في حتة غلط ومشاه، ومتعلم ومعاهد بلوم. شيعهولي على المنظرة. حاضر يا حاج. تعال يا خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ابوك؟ ازيك؟ كنت فين من الظهر؟ ما في الشغل يا حاج. ايه الاخبار؟ طمني. مستنيينك نقعد معاك عشان المناقصه الجديده بتاعت الكباري اللي شرق المصرف. حد من اللي داخلين قصدنا نعرفه؟ الحاج ابو ذكري واثنين من برا البلد. دول هيعترسوا ولا هيتراضوا؟ الحاج ابو ذكري دي انجس من فرن الميضه، ولو رضيناه هيتمرع والغرب مش هيرضوا. وماله؟ هات ورقك والولد بتعالوا لي في المكتب الساعة 10 في الليل. الساعة 10؟ وش معنى يعني الساعة 10؟ عشان يكون مهران وتقوى ناموا، ما أنا اللي عنايمهم. إيه؟ ما عندنا 100 مرة مرزوعة في البيت. أي واحدة فيهم تنايمهم. زي مين يعني؟ أي واحدة. لا ما ينفعش. عموما لو عندك حاجة الساعة 10 تخلصها وبعدين تعالى. لو عايزنا شيع لك مرتي أشيعها. أهو على الأقل أخلص منها. كدي كده مش طايقها وعايز نبني العيال بيها. امال بلدنا انا بيها ليه؟ بنت خالك قعدت سنين مستنياك وانت في العلام في مصر، كنت اديت خالك كلمه. مفيش داعي للتقليب اللي فات يا حاج. لا ما هو ما تشيليش من مصر في ايدك عيله لمسك صير عريانه، كل اهل البلد شافوا رجليها وتقول لي دي مرتي واللي يتفلك يتفلك. ما خلاص يا حاج، مش غلط ومشيتها وجوزتني على كيفك. ما انت كنت كاتب كتابك عليها اطلقها قبل ما تدخل عليها واجوزك اللي لابسك صير العريانه اللي كل اهل البلد شافوا رجليها. خيري انت عارفني، ما حدش يفرض علي حاجه. ما منوش فايده الكلام دلوقتي، انا بس اللي نفسي اعرفه قلت لها ايه ليلتها خلاها تطلب الطلاق وتمشي. بص يا بنت الناس، انا عندي ولايه زيك، والطلب اللي عاوزه منك تطلعي برا الاوضه دي وتقولي لولدي كلمه واحده، طلقني، وتلمي هدومك وترجعي مصر. في حد مالك؟ انت فاكرني واحده من بنات البلد اللي ما بيشوفوك يغطوا وشهم ابنك وبيحبني عايزه يسيبني او عندي، لكن انا مالكش كلام معاك. ما هو لو انت من اللي بيغطوا وشهم ما كنتش قلت لك كده. والعلمي أنا مش من الرجال اللي بيحكموا بالظاهر أو الظن، فخديها من قصرها. وأنا قلت لك لا. براحتك براحتك. إنه في يوم 17 ديسمبر 1992 تم الإفراج عن الآنسة
فوزية أحمد عبد الهادي خليل حسين من سراي النيابة بكفالة مش عارف إيه على ذمة شبكة الدعارة. أنت بتقول إيه؟ شوفي أنا ممكن أقطع الملف ده أو أطلعك من الأوضة دي عريانة ملط وأقول أستغفر الله العظيم. قلت إيه؟ ها يا حاج ما قلت ليش قلت لها ايه؟ يا مولانا اهلا يا عم الحاج. خير؟ انت بتقول الخطبه بالبلدي ليه؟ انت مش متعلم؟ يعني معايا دبلون يا حاج. دبلون؟ يعني تعرف تفرق بين النعجه والخروف يا ولد ابو خروف؟ انا لا اخشى في الحق لومه لائم. لا تخشى ماشي، لكن تختش على دمك يا ولد مرزوقة. أنا أمي اسمها ما يتقالش. ليه؟ أمك مين يعني؟ والعلمك أم أمك تبقى بنت خالتي. يعني أقول اللي أقوله. ثانيا يا متعلم يا بتاع المدارس، عارف يوم القيامة هيندموا عليك إيه؟ يا جمال يا ولد مرزوقة، يا جمال يا ولد مرزوقة، الكل هيتندم عليه باسم أمه. ولا غلط؟ صح صح. عظيم. مين هم النعاش ومين هم الكلاب؟ أنا ما قلتش كلاب يا حاج، أنا قلت ديابه. كلهم فصيلة واحدة يا ولد المحروم. أنا قلت وعي الناس. أنت؟ أنت توعي الناس؟ أنت ما تعرفش تستنجى مش تتوضأ؟ بلاش الكلام ده يا عم الحاج. اسمعني كويس، تجيب موس وتحلق دقنك وبكرة ترجع تركب القلاب زي ما كنت. لو عجبتني هعينك ريس في المحجر. لا دقني لا. خلاص خفها كدي كده واشوفك بكره الصبح في المحشر. حاضر يا عم الحاج. مع السلامة. وانت خيري ما تروح تشوف شغلك. بإذن حاج. فتح عينيك على المحجر، سمعت ان في عيال صغيرة عتسرق حجارة في مقاطف وتبيعها. عيال مين يا بوي؟ اللي يمد ايده على دبشة واحدة تتقطع. انا قلت لك عشان تحرص. ايه حماد باشا؟ ايه الشياكة والعياقة دي؟ ايه كنت فين؟ مفيش، كنت في سوهاج بس بصلح العربية يا حاج. وصلحتها؟ تمام يا حاج. وانت نازل المرة الجاية ابقى خدني معاك. ولا نجيب لك واحدة جديدة عشان العربية القديمة مدام الدق فيها مسمار ما بتنفعش تاني. حاضر يا حاج. هات الورق يا خيري. اتفضل يا ابوي. اقرا الشروط بصوت عالي. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. عملية احلال وتجديد 2 كوبري على اكتاف حشوة عند الكيلو 550. تحدد يوم الاربعاء الموافق 19/11 موعد لفتح المظاريف.
تعب الابتدائي 600,000 جنيه، وخطاب ضمان ساري المفعول لمدة 4 شهور، والباقي انت عارفه ابوي. 600,000 دول 10%، يبقى العملية بكام يا حماد؟ حوالي 6 مليون يا حاج. يا سلام، شاطر شاطر. ودول يجيبوا كم عربية جديدة؟ ها؟ كتير. معك منهم كام دلوقتي في جيبك يا خيري؟ معايا كتير يا حاج. ما انا عارف اني فلوسك كتير، يبقى سلفنا. احسب يا حماد. ثواني اجيب الآلة الحاسبة يا حاج. آلة حاسبة ليه؟ أمال فين مخك؟ يا ابوي الآلة أضمن. لا، مخك هو اللي أضمن. أمال علام إيه ونيلة إيه؟ يا ابوي يا ابوي، ما أنت ما قلتش أحسب إيه برضه. يعني لو قلت لك هتعرف؟ طيب، 10 نقلات رخام، 20 نقلة حجر، 30 نقلة رمل، بكام؟ يبقى ها؟ ما عرفش. يعني بس قبل البنات. بنات؟ بنات ايه؟ اخرس اقعد. قول يا جود. حوالي 30 أو 40. حوالي 30 40. طول النهار في الشغل وعقلك غايب والناس تسرق حواليك. قول يا خيري. 72,000 جنيه حق. لا، هم 72,530 جنيه. ولا انت غاوي تاكل زياده علي يا خير؟ انا ما احبش اللي ياكلني. اخوكم مرعي الله يرحمه كان يحسبها وهو مغمض. يا دي مرعي، هو انت ما فيش دماغ غير مرعي الله يرحمه؟ ما عندك 4 غيره؟ انساه شويه. على الاقل كان عنده قلب ما يغلطنيش او يسرقني. يلا كملوا. متر الرخام بكام والحجر بكام؟ زي كل مره. يعني ايه زي كل مره؟ احنا داخلين لوحدنا. ما هم عارفيننا في الري. اللي عارفك النهارده بكره ما يعرفكش، واحنا مش عايزين يفكروا في اللي عارفينه، عايزين يفكروا في اللي مش عارفينه. في ناس داخلين جبالنا وبرضه عندهم مخ وعايزين يكسبوا. احنا ننزلوا سعر الرخام 7 جنيه والحجر 3 جنيه والرمله 2 جنيه والتراب جنيه. ويبقى كسبنا ايه؟ ده كده المستخلصات ما تكفيش مصاريف العمال، ما بلاش منها العمليه دي خالص ما دام داخلينها خسرانين. اخشها وانا خسران احسن ما ياخدها واحد تاني. بعدين هي مش خسرانة، هي كسبانة بس قليل. وليه؟ مزاجي كده. على فكرة حمودة جوستاجو عدى على أمي النهاردة وكان عايز عياله. وأمك حكمت بإيه يا ولد أمك؟ ما هو أبوهم برضه حد. أنا أبوهم. وأمك لو حكمت تحكم عليك أنت. ولو دخل بيتي تاني ههزكك أنت وأمك، فاهم؟ فهم يا ولد منادها اتنين اكتب. خبرين وقت يا عم، واقف في نص الطريق ده ليه؟ انت اللي ماشي غلط. ماشي غلط كيف يعني؟ ارجع باللودر ده لورا. ارجع بالقلاب ده ورجع الحجارة مطرح ما خدتها. حجارة ايه اللي ترجع؟ ده عبيد ديان، دي حجارتي. ورثتها عن المرحوم اياك. لم لسانك يا راجل انت، دي حجارة انا مشتريها. مشتريها من مين؟ من حج محمد ابو دياب. كداب، الحج ما معلكش حجارة. ولد وبالي. ايوه، مش الحج. يبقى لازم ترجع. الحاج عايز حجرته. انا دافع فلوس. دفعها لمين؟ لولده. واحنا ما شفناش فلوس الدفعه. ترجع. وانا قلت مفيش حجاره هترجع، وما بعدتش افرغ الطبنجه في راسك التخينه دي. انا ابوها بطال واستاهل ضرب المراكيب. طب ارجع بالقلاب بعدين نشوف موضوع المراكيب دي. ارجع. ما
أنا توحيد. اقعد. أنت مالك يا محمد؟ ماليش، زي الفل. آكل وأشرب وأضحك. ومش ناقص غير إني أطول أرقص. محدش قال كده. بس أنت شايل جواك كتير. ياه يا توحيد. إحنا هنتولدوا خفاف. مفيش حاجة فوق راسنا. نكبر يتحط فوق راسنا هم تقيل. يفضل يدكر يدكر لحد ما ينزل بينا القبر. زعلان على بيتك ولا حزنك على مرعي يتجدد؟ وكان قديم عشان يتجدد. والولد ذنبهم ايه؟ تكسى على خيري وتضربه ليه؟ سرقني يا توحيد. هو اللي يتجلى على ابوه يبقى حرامي؟ اقول لك سرقني. وانا اقول لك ولادك مالهمش ذنب في مرعي. وانا ساكت ما اتكلمتش. كلمه حطها في راسك، مالهمش ذنب. انا قلت حاجه؟ هقول ايه؟ هقول عيالي قتل ولدي؟ حته مني كلت، حته مني. انت اللي قتلته يا محمد. انت بتقولي ايه؟ زار عفريت جوزك لحست مخك انت كمان. جلعته اكتر من كل الولد، والعيال عتغير. العيل لما يشوف امه حبله يفضل يخبط على بطنها بعزم ايده، وانت مخك اتلحس بالواد. كان صغير يا توحيد. افرض اني جلعته، حبيته، قلت له كلمه حلوه، شلته على كتافي، عادي. ما خدتش حقه وما اديتهوله. كلهم كانوا زي بعض. هي حكاية نوايب؟ العيل من دول يبص لأبوه ويستنى، لو شافه بيبص لأخوه وهو لا يتوجع. قفل عن الموضوع، أنا مش ناقص. دول ولادي وأنا عارفهم، وعارين وطمعين، وأنت ما تعرفيش يعني إيه عيال. عشان ما خلفتش يا محمد؟ وإيه يعني؟ ما أنا ربيت كل ولد العيلة. ما تزعليش مني، أدي راسك أبو سامة. أوعي تزعلي، أنت عارفة غلاوتك عني. والله ما أقصد. أنا تعبان ونفسي أنام. يا ريت تنام يا محمد وتقوم رايق، عشان ما تكساش على الولد، وخصوصا خيري، عشان زيك ما يسامحش. لو راسه ناشفة هكسرها على 100 حتة. احنا هنكسروا الحجارة، مش هنقدروا على العيال. خلي بالك على عيالك وخلاص. سلام عليكم. سلام. طب اخلي مناعي يوصلك بالعربية؟ لا، لسه ما كبرتش، رجليا شايلاني، ما اركبش عربيات. سلام عليكم. براحتك. سلمي على جوزك. مساء الخير. مساء النور. برضو كده يا حاج تغير لهم بنفسك؟ طب كنت شيعتلي. اشيعلك يا بنتي في نص الليل؟ ما يصحش. والنبي ولو في الفجر، هو انت حد يتقال له لا؟ ده انت حجيت بيت الله وفي مقام ابوي. ربنا يكرمك يا بنتي، اعمل اللي تقدري عليه وسيب الليل عليا. تعب عليك يا عم الحاج، وانت مشاغلك كتيره. الا على دول يا فرحه يا عمي. الحمد لله الفرحه دخلت بيتنا. اسمك حلو يا فرحه. ان شاء الله يخليك يا عم الحاج. ما تتجوز يا بنتي بدل قعدتك دي. خلاص يا عم الحاج، اللي شاف اللي انا شفته ما تفكرش في الرجاله تاني. ليه يا بنتي؟ هو حرام؟ لا حلال، بس زي ما تقول خلاص جربت وتبت. ربنا يسترك. بص، الطبق ده تحتيه سرسوب من جاموستنا ليك، والبزازه برضو مليانه لبن. والله جدعه، هقول لهم ما يبعتوش العشاء.
اطلع يا مناع. اصل بحب السرسوب قوي. عارفه. عارفه منين؟ حسيت انه هيعجبك. مع السلامة. ايه يا بنتي؟ هتروح لوحدك دلوقتي؟ يعني هتوه في بلدنا؟ الدنيا ليل والنور قليل في الطريق. توصلها لحد البيت وتستنى لحد ما تخش جوا وتقول لك روح تروح. وما تبعدش العشاء. فرحة عزمتني على سرسوب. حاضر يا عم الحاج. مساء الخير. مع السلامة. فيهاش نفس للسهر. يعني هتاكل السرسوب وحدك يا جدي؟ لا ناكله مع بعض. عارف يا جدي نفسي اشوف العجل الصغير اللي اتولد عند فرحان بقى. ماشي اخدي مناعي يوديك بكره الصبح تلعب معاه. اديكوا عجول صغيرين زي بعض. وابويا ما عجيش ليه يا جد؟ راح الجنه عند امي برضه. لا يا ولدين أبوك ما يروحش الجنة أبداً. أمال ما يسألش ليه؟ أصله سافر، اتجوز وسافر. اتجوز غير أمي؟ حد يحب راجل يتجوز على أمه؟ لا، أنا زعلان منه. أهو كده، خليك زعلان منه يا ريت تنساه خالص. بس أنت يا جد اتجوزت كذا واحدة، صح؟ صح. بس طلقتهم كلهم وقعدت معاك أنت بس، صح؟ صح. إيه، قول سرسوب. يضربك قدام اخواتك ليه؟ ده انت اللي شايل الشغل. شغل ميه وطحون. اسكتي. عارف لو نزلت المحجر تاني تبقى مش راجل. يا سلام يضربك وانت كبير ومخلف؟ ده عمره ما عملها. خش جوه واقفلي على روحك الباب. ولو طلعتي برا الباب او حسك طلع والله ما هتبقى على ذمتي. مبروك يا حاج، مبروك يا مرعي. الله يبارك فيك يا عم مناع. لوين طالع الاول على المدرسه كلها؟ مناع الليله البلد كلها هتسكت، محدش ينام، وتوزع لحمة وفلوس. يعني هيروح الجامعة في مصر زي اخواته؟ لا مرعي مش زي حد.
واجي وش ايه هذا؟ هيتعلم صح. مش معنى مرعى يا ابون عشان كل ما تديله بيكبر ويزيد غيره. اديته عشان يروح يتعلم صح وما تعلمش ورجع معاه واحده عريانه. ربنا يبارك لنا في عمرك يا ابوي. مبروك يا مرعي، مبروك يا مرعي. يلا يلا اشربوا شربات اخوكم. مسافر يا ولدي؟ ان شاء الله. خلي بالك من نفسك يا مرعي. شقة مصر انت عارف قريبة من الجامعة. وكفة شيء يلزمك تتصل. وانا كل كم يوم هعدى عليك. وثلاث حاجات يا ولدي مالناش دعوة بيهم. اللي يغضب ربنا واللي يزعل الحكومة واللي يبعدنا عن هدفنا. حاضر يا ابوي. لولا حبيب لك العلامة ما كنتش سبتك تبعد عني دقيقة واحدة. ابوي اخواتي بكره عايزين نطلع معاهم الجبل وبعد كده نعدي الجزيره ونتغدى هناك، يعني عاملين لي فسحه. اشمعنى بكره؟ يعني عايزين يحتفلوا بيا قبل ما اسافر. لا تعدي الجزيره لا ممنوع. خلينا على البر احسن يا ولدي. روحوا الجبل المحجر ناحيه المصرف اخر حدودكم، سامعني؟ يعني يا ابوي مش خايف عليا من مصر وخايف عليا من البحر؟ اسمع الكلام وخلاص. بعد العصر عدي على جبانه المرحوم امك تقرا لها الفاتحه. حاضر. خلي بالك من نفسك يا مريم. Thank you.
من صلب داديت وأطعمت وسجيت كاسات الحنانة، من صلب داديت وأطعمت وسجيت كاسات الحنانة، أكونش بحناني طمعت، أكونش بحناني طمعت، ولدي فنسيو منانا يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي. صباح الخير يا عم الحاج. فطور. مين اللي شايع الدور ده؟ ام خيري. شكلك ما نمتش. امال الولد فين؟ جوده راح المحجر من بدري وحماد كان نايم. نايم لدلوك ولد امه؟ الشمس طلعت فوق راسه وهو لسه نايم؟ الصغير يا عم الحاج. صغير مات خلاص.